السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاجل من المالية للموظفين وأصحاب المعاشات إضافة علاوة للأساسي وصرف فروق مالية بأصل رجعي من 2017 تصل ل 10000 جنيه حسب الدرجة الوظيفية وحسب الخدمة في المعاش تعالوا نتعرف على تفاصيل الخبر الأحباب الكرام اليوم بنبين لحضراتكم خبر مهم جدا لأصحاب المعاشات والموظفين إضافة علاوة للأساسي وصرف فروق مالية بأثر رجعي من 2017 حتى الآن بتصل ل 10000 جنيه هذه الفروق للموظفين ولأصحاب المعاشات اليوم هنتعرف على التفاصيل بالكامل والمستندات بس يا عمل لايك وشير للفيديو والاشتراك في القناة لمن لم يشترك وتفعيل الجرس بالضغط على كلمة كل ليصلكم إشعارات جديدة بكل ما هو جديد الأحباب الكرام في كل مكان أصدرت الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية كتابها رقم 126 الصادر في 19 واحد 2023 والمتضمن بأنه لا مانع من تعميم ما جاء بالقانون رقم 16 لسنه 2017 الخاص بالاتي المواد الخامسه والسابعه والثامنه من القانون رقم 16 لسنه 2017 الصادر في 14/5/2017 بضم علاوه خاصه للعاملين بالدوله من غير المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه وعليه تعين صرف كافه المستحقات الماليه للمعلمين وما في مستواهم وما في مستواهم بالتربيه والتعليم الخاضعين للقانون 155 لسنة 2007 والمعلمين بالازهر الشريف الخاضعين للقانون 156 لسنة 2007 يتم صرف كافة المستحقات المالية على اساس المرتب في 1/7/2016 وليس على اساس 2014 وذلك بعد ضم علاوة القانون 16 لسنة 2017 اعتبارا من اجل شهر يناير 2023 وصرف الفروق الماليه التي قد تزيد عن 10000 جنيه عند الكثير من الزملاء وهي الفروق الماليه من 1/7/2016 حتى الان هذا امر لجميع الزملاء المعلمين بالتربيه والتعليم والازهر الشريف الجدير بالذكر ان العديد من الزملاء المعلمين رفعوا دعاوى قضائيه بخصوص هذه العلاوه والفروق الماليه بعض الزملاء صرفوا ونفذوا الاحكام والكثير من الزملاء لم يتمكنوا من تنفيذ الحكم، لكن بعد قرار وزاره الماليه بتعميم القانون رقم 16 لسنه 2017، اصبح لا حاجه لتحريك الدعاوي القضائيه، وعلى السيد وزير التربيه والتعليم اصدار قرار مماثل لما تم بالازهر الشريف، وتعميمه على جميع الادارات والمديريات التعليميه. اترك لحضراتكم صوره من القانون رقم 16 لسنة 2017 للإطلاع عليه، هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.